الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معادنا مع محاضرة جديدة من محاضرات الزوم للصف الرابع الابتدائي، وإن شاء الله المحاضرة عندنا ومراجعتنا النهاردة عن درس عصر الدولة الحديثة. طبعا أسئلتنا زي ما احنا متعودين هي أسئلة اختيار من متعدد زي ما هيجي لنا إن شاء الله. وبرحب بالبنات اللي موجودين معايا حنين ووفاء، ونبدأ مع بعض. أول سؤال عندنا طبعا اختار الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. السؤال الأول بيقول: يطلق على عصر الدولة الحديثة عصر بناة الأهرام ولا الرخاء الاقتصادي ولا المجد الحربي ولا الاضمحلال؟ طبعا عصر المجد الحربي. برافو يا حنين. عصر الدولة الحديثة كان بيطلق عليه عصر المجد الحربي. طب ليه؟ 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 ليه بيطلق على اسم عصر الدولة الحديثة عصر المجد الحربي؟ ليه يا سنة رابعة؟ برافو. بسبب كثرة انتصارات الملوك في هذا العصر، لأن الملوك في العصر ده كانوا بيهتموا بالانتصارات وبالتوسعات في الدولة المصرية، علشان كده أطلق على عصر الدولة الحديثة عصر المجد الحربي. طيب السؤال الثاني عندنا طبعا، طب قبل ما نسأل السؤال الثاني، برافو، جميل جميل شاطرين. طب برافو 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 يا حنين، وبرافو معانا. طيب السؤال، مين هم أهم ملوك الدولة الحديثة اللي عندنا؟ أهم ملوك الدولة الحديثة اللي إحنا هندرسهم يا سنة رابعة، مين يقولهم لي كده؟ أهم ملوك الدولة الحديثة. برافو. أول ملك معانا هو الملك أحمس اللي إحنا نهينا بيه عصر الدولة الوسطى، هنبتدي بيه عصر الدولة الحديثة. برافو الملكة حتشبسوت. مين كمان؟ برافو يا حنين. الملك أحمس، الملكة حتشبسوت، وفي اتنين كمان. لا طبعا كليوباترا مش عندنا أصلا، هي مش مصرية أساسا. تحتمس الثالث. برافو يا حنين، برافو جميل. ها مين كمان؟ والملك رمسيس الثاني، والملك رمسيس الثاني. برافو يا حنين، جميل. يبقى احنا عندنا الملك احمس، وعندنا الملكه حتشبسوت، وعندنا الملك تحتمس الثالث، وعندنا الملك رمسيس الثاني. السؤال اللي بعد كده بيقول: نجح الملك احمس في طرد الرومان ولا اليونان ولا الفرس ولا الهكسوس؟ نجح الملك احمس في طرد الرومان ولا اليونان ولا الفرس ولا الهكسوس؟ برافو الهكسوس طبعا، جميل الهكسوس. برافو عليك يا سنة رابعة. نجح الملك أحمس في طرد الهكسوس من مصر، وطبعا كان بيستخدم سلاح العجلات الحربية، وإن هو طبعا نجح إن هو يكون جيش قوي وإن هو يأمن حدود مصر. ده الملك أحمس أو أهم أعمال الملك أحمس. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول: من أشهر ملكات الدولة الحديثة، إياد حتب ولا حتشبسوت ولا نفرتيتي ولا كليوباترا؟ طبعا الملكة حتشبسوت. برافو جميل. من أشهر ملكات الدولة الحديثة هي الملكة حتشبسوت، وطبعا كان ليها أعمال كبيرة جدا هنعرفها مع بعض في الأسئلة اللي جاية. السؤال اللي بعد كده بيقول: بلاد بونت هي بلاد نقط حاليا، السودان ولا الجزائر ولا تونس ولا الصومال؟ الصومال. برافو جميل يا سنة رابعة، برافو، بنرحب باللي دخلت معانا سما. يبقى بلاد بونت هي بلاد الصومال حاليا. طب ليه الملكة حتشبسوت يا سنة رابعة أرسلت بعثات تجارية إلى بلاد بونت؟ طبعا بعثة تجارية إن هي كانت بترسل مجموعة من التجار علشان تعمل علاقات معاها ومع الدول الأخرى. طيب ليه كانت الملكة حتشبسوت بترسل أو أرسلت بعثات تجارية إلى بلاد بونت؟ ليه يا سنة رابعة؟ برافو، لجلب العاج والبخور والأحجار الكريمة. برافو يا سما، جميل. يبقى أرسلت الملكة حتشبسوت بعثات تجارية إلى بلاد بونت اللي هي الصومال حاليا لجلب العاج والبخور والأحجار الكريمة. طيب
السؤال اللي بعد كده بيقول: أرسلت الملكة حتشبسوت بعثات تجارية إلى فينيقيا لاستيراد العاج ولا الأخشاب ولا الأحجار ولا التبغ؟ برافو، الأخشاب. جميل يا سما، برافو. يبقى أرسلت الملكة حتشبسوت بعثات تجارية إلى فينيقيا لاستيراد الأخشاب. طيب، لما نيجي نسأل ونقول بلاد فينيقيا دي اللي هي إيه دلوقتي يا سنة رابعة؟ بلاد فينيقيا اللي هي إيه دلوقتي؟ زي ما قلنا بلاد بونط هي الصومال حاليا. طب فينيقيا هي ايه دلوقتي؟ حد عارف؟ لا هي مش في افريقيا، هي في اسيا، هي لبنان حاليا. هي لبنان ايه حاليا؟ يبقى بلاد فينيقيا هي لبنان حاليا، وارسلت الملكه حتشبسوت بعثات تجاريه اليها علشان تستورد الاخشاب. وطبعا ارسلت بعثات تجاريه الى محاجر اسوان علشان تستورد الحجارة اللي هتبني بيها المعابد، لأن عصر الملكة حتشبسوت كان عصر كله بناء وتشييد. طيب، الملكة حتشبسوت معبد نقط الكرنك ولا الأقصر ولا فيلة ولا الدير البحري؟ طبعا برافو، هو معبد الدير البحري، هو معبد الدير البحري. يبقى أقامة طبعا كان في الأقصر، بس هو طبعا يعتبر من المعابد الجميلة جدا والأثرية العظيمة جدا في مدينة الأقصر. يبقى أقامة الملكة حتشبسوت معبد الدير البحري، تعتبر دي أهم أعمال الملكة حتشبسوت. طيب، السؤال اللي بعد كده بيقول: نجح الملك نقط في الانتصار في معركة مجدو، أحمس ولا تحتمس الأول ولا تحتمس الثالث ولا رمسيس الثاني؟ برافو، الملك تحتمس الثالث نجح، ان هو نجح الملك تحتمس الثالث في الانتصار في معركه مجدو. طيب، السؤال اللي بعد كده بيقول: قاتل الملك تحتمس الثالث 100 حمله عسكريه، كم حمله عسكريه على سوريا وفلسطين؟ 16 ولا 17 ولا 18 ولا 19؟ طبعا 16، برافو. جميل يا سنه رابعه، برافو. يبقى قاد الملك تحتمس الثالث 16 حملة عسكرية على سوريا وفلسطين. طب ايه هي كمان اهم اعمال الملك تحتمس الثالث؟ غير ان هو قاد 16 حملة عسكرية على سوريا وفلسطين ونجح ان هو ينتصر عليهم في معركة مجدو، طب عمل ايه كمان الملك تحتمس الثالث يا سنة رابعة؟ مين يجاوب؟ عمل ايه كمان الملك تحتمس الثالث؟ برافو، بناء اول اسطول بحري في التاريخ، ممتاز، جميل. ايه كمان؟ برافو يا سما، ممتاز. عمل ايه كمان الملك تحتمس الثالث؟ سيطر على جزر، مش هو بنى اسطول بحري، سيطر من خلاله على جزر البحر المتوسط، سيطر على جزر البحر الايه المتوسط، وقفل حدود مصر من ناحيه الجنوب، قفل حدود مصر من ناحيه الجنوب. وكمان قدر الملك تحتمس الثالث ان هو يكون اقدم او اول امبراطوريه في التاريخ، برافو، اقام اول امبراطوريه في التاريخ. امبراطوريه يعني ايه يا سنه رابعه؟ امبراطوريه يعني مجموعه دول، يعني ضم لحدود الدوله المصريه مجموعه دول. امتدت منين بقى؟ امتدت من نهر الفرات في الشمال الى بلاد النوبه في الجنوب، دي اقدم امبراطوريه في التاريخ. جميل. طيب، يبقى أهم أعمال الملك تحتمس الثالث إن هو قاد 16 حملة عسكرية على سوريا وفلسطين، وقدر إن هو ينتصر عليهم في معركة مجدو، وكمان بنى أول أسطول بحري في التاريخ، وسيطر على جزر البحر المتوسط، وأمن حدود مصر من ناحية الجنوب، وأقام أقدم أو أول إمبراطورية في التاريخ. منين لفين؟ من نهر الفرات في الشمال إلى بلاد النوبة في الجنوب، دي أهم أعمال الملك تحتمس الثالث. طيب، عندنا الملك اللي بعد كده هو الملك رمسيس الثاني، اللي هو آخر ملك عندنا في ملوك الدولة الحديثة. أقام الملك رمسيس الثاني أو قام الملك رمسيس الثاني ببناء معبد أبو سمبل ولا الكرنك ولا فيلة ولا دندرة؟ طبعًا معبد أبو سمبل. معبد أبو سمبل هو بنى معبدين، معبد أبو سمبل ومعبد الأقصر، معبد أبو سمبل ومعبد الإيه؟
الاقصر، لان برضو الملك رمسيس الثاني كان بيهتم بالبنى والتشييد، فبنى معبد ابو سمبل ومعبد الاقصر، وكمان شيد عدد كبير من المسلات، شيد عدد كبير من الايه؟ من المسلات. كلمة مسلة يعني ايه؟ يعني عبارة عن عمود منقوش عليه نقوش بالكتابة الهيروغليفية أو الكتابة المصرية القديمة. طيب، من أهم أعمال الملك رمسيس الثاني اللي هنتكلم عنها إن هو قدر إن هو ينتصر على ناس اسمهم الحيثيين في معركة اسمها معركة قادس. معركة إيه؟ قادس. الحيثيين دول ناس من شمال البحر المتوسط. طيب، يبقى عقد الملك رمسيس الثاني معاهدة سلام مع الرومان ولا الهكسوس ولا الحيثيين ولا اليونان؟ الحيثيين، برافو، الحيثيين. وطبعا بعد ما انتصر عليهم في معركة قادش، علشان هو كان ملك بيحب السلام، فعقد معاهم معاهدة سلام مع الحيثيين، ولقب الملك رمسيس الثاني ببطل الحرب والسلام، أو أطلق عليه لقب بطل الحرب والسلام. بنشبه اللي عمله الملك رمسيس الثاني دي باللي عمله رئيس مصري في العصر الحديث. هو مين؟ مين يقول يا سنة رابعة؟ مين الرئيس المصري اللي في العصر الحديث أطلق عليه لقب بطل الحرب والسلام؟ زي الملك رمسيس الثاني؟ مين الملك اللي في او مين الرئيس؟ برافو، الرئيس محمد انور السادات. الرئيس محمد انور الايه؟ السادات. لقب ببطل الحرب والسلام بعد ما انتصر على الاسرائيل، او اسرائيل في حرب اكتوبر سنه 1973، عقد معاهم معاهده سلام سنه 1979، عشان كده اتقال عليه بطل الحرب والسلام زي الملك رمسيس الثاني. وبكده احنا رابعا نكون انهينا درسنا النهارده عصر الدولة الحديثة. يا ريت لو في اي حد عنده اي سؤال في الدرس يسأله، او اي حد عايز نعيد اجابة اي سؤال، اي حد عايز نعيد اجابة اي سؤال او اعيد او يسأل اي سؤال في الدرس يسأله. طيب، بكده نكون انهينا مراجعتنا النهارده. انا بشكركم جدا يا سنه رابعه، شكرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.